على الحياة فام. الثامنة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل، وتناول اللقاء جملة من المواضيع التي تهم سير العديل للمرفق العمومي للقضاء. وشدد سعيد مجددا على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي أثناءه الملف وتتلف فيها الأدلة والأثبات وفق تعبيرها. كما أكد رئيس الجمهورية على أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب أن لا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين وفق نص البيان. وبين رئيس الجمهورية أن الإجراءات أمام المحاكم وضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فتحت منذ سنوات ولم يقع البت فيها. ومن جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية في نفس السياق إلى أن النيابة العمومية لها أن تثير الدعاوي من تلقاء نفسها بمجرد علمها بأي فعل يجرمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها حسب نص البيان. وفي سياق آخر، انتظم اليوم الخميس 27 من أكتوبر الجاري بقصر العلوم بالمنستير اليوم الجهوي للتشغيل بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية. وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير عادل تقية في تصريح لمراسل الجهة أو لمراسل حياة فام بالجهة أن ولاية المنستير تحتاج إلى 5000 موطن شغل في قطاع النسيج و10000 موطن شغل في مكونات السيارات، مشيرا إلى أن هذه القطاعات في حاجة إلى اليد العاملة أكثر من حاملية شاهد العليا. وأضاف تقية أن اليد العاملة المتوفرة حاليا لا تغطي متطلبات سوق الشغل، داعيا إلى إحداث صياغة للتكوين السريع. أفاد مرصد رقابة بأنه تقدم صباح اليوم بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 19 من أكتوبر الجارية، المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 من أكتوبر الحاضر. وفي إطار دعم ريادة الأعمال ومساعدة الباعثين والباعثات على المحافظة على ديمومة مشاريعهم من خلال تسهيل نفاذ الأسواق، أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي اليوم الخميس 17 من أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة تونس على افتتاح الدورة الأولى لصالون الهدايا والابتكارات اليدوية، وبحضور لاميا الوسلاتي المدير العام للشركة المعارض والتظاهرات الدولية بتونس، وكاتي الوسلاتي عضوة بالمكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للنساء صاحبات المشاريع. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.